السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف 11 العلمي باء، سأقوم بشرح وتلخيص وحل أسئلة درس أساليب الإغراء والتحذير والاختصاص خلال هذه الحصة. لو بدأنا بالأسلوب الأول وهو أسلوب التحذير، وهو بتعريفه البسيط أسلوب نلجأ إليه عند ذكر المحذر منه حين لا يتسع الوقت لذكر الفعل، وإنما نذكر المحذر منه أي المفعول به مباشرة. فأسلوب التحذير نحن نستخدمه حين نريد تنبيه شخص معين لقضية خطيرة معينة لا يسع الوقت لذكر تفاصيل هذه الأمور. فعندما تشاهد الأم طفلها الصغير وهو يقترب من النار، فتستخدم أسلوب التحذير دون وعي إلى باقي عناصر الجملة، فهنا النار النار أي إلزم واحذر، هنا احذر النار لعدم الاقتراب منها، فهنا النار النار أسلوب تحذير. فالنار الكلمة الأولى عبارة عن مفعول به على التحذير منصوب بالفتحة، والنار الثانية توكيد لفظي منصوب بالفتحة. وهنا نشاهد بأن هنا المفعول به لفعل محذوف تقديره احذر هنا النار. لو جئنا للأسلوب الثاني على سبيل الذكر، أسلوب الإغراء، وهو أسلوب نلجأ إليه عند ذكر الشيء الذي يغرى أو يغري به المخاطب من غير ذكر الفعل في الجملة، نحو المعلم لطلبته، العفة العفة، أو الاحترام الاحترام، القوة القوة. جميع هذه الأمثلة تدل على أسلوب الإغراء، فهنا الفعل محذوف أيضا، فالعفة الكلمة الأولى مفعول به منصوب على الإغراء لفعل محذوف وجوبا تقديره إلزم العفة، بينما العفة الثانية في الجملة توكيد لفظي منصوب بالفتحة. الأسلوب الأخير وهو أسلوب الاختصاص أو التخصيص في اللغة، هو أسلوب نلجأ إليه عند حذف الفعل، نحو نحن بني الأشراف لا نقبل الضيم، أو نقول نحن المهندسين نبني الوطن. فهنا أسلوب الاختصاص من خلاله نميز وجود الشرطتان، فهنا نقول على سبيل الذكر نحن المهندسين، فهنا كلمة المهندسين مفعول به على الاختصاص لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني. وهنا نلاحظ هذه المراجعة العامة لأساليب التحذير والإغراء والاختصاص التي تم شرحها مسبقا خلال الحصص السابقة. الآن سننتقل إلى حل أسئلة هذا الدرس. التدريب الأول، نحذر من كل من الآتي، أي يجب وضع هذه الكلمات على أسلوب التحذير في جملة مفيدة مع الضبط التام. الجملة الأولى أو الكلمة الأولى، الدهان الدهان، إياك والدهان، الدهان الدهان، إياك والدهان. الجملة الثانية، الكسل والإهمال طريق الفشل، الكسل والإهمال طريق الفشل. الجملة الثالثة، الخيانة الخيانة، درب النفاق، الخيانة الخيانة، درب النفاق. لو جئنا للتمرين أو التدريب الثاني، نغري بكل من الآتية، أي يجب توظيف هذه الكلمات
في جمل مفيدة على أسلوب الإغراء. الكلمة الأولى الأمانة، لو وظفناها في جملة مفيدة، الأمانة الأمانة صفة الأنبياء. الجملة الثانية صلة الرحم وبر الوالدين طريق المسلم للجنة. الجملة الثالثة مساعدة المحتاج، مساعدة المحتاج خير الأعمال. الجملة الرابعة احترام الكبير والعطف على الصغير إحسان المسلم. التدريب الثالث، نملأ الفراغ الآتي باسم منصوب على الاختصاص. الجملة الأولى نحن العرب أقرى الناس للضيف. الجملة الثانية بنا العلماء تزدهر الأمة وتتقدم. الجملة الثالثة أنتم الشباب سدنة الأمة. التدريب الرابع والأخير وهو الإعراب، نعرب ما تحته خطوط فيما يأتي. الجملة الأولى من خلال استخدام مثل عربي قديم، أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك. لو جئنا هنا للإعراب، أمر مفعول به منصوب على الإغراء لفعل محذوف وجوبا، تقديره إلزم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أمر الثانية مفعول به منصوب على الإغراء لفعل محذوف وجوبا، تقديره إلزم، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لو جئنا للجملة الثانية، إياك 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 والنميمة يا هند. إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره احذر. إياك الثانية ضمير نصب منفصل مبني على الفتح في محل نصب توكيد لفظ، توكيد لفظي، الواو حرف عطف، النميمة اسم معطوف. لو جئنا للجملة الثالثة، أخاك أخاك فهو أجل ذخر إذا نابتك نائبة الزمان. أخاك الأولى مفعول به منصوب على الإغراء لفعل محذوف وجوبا، تقديره إلزم، وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه. أخاك الثانية توكيد لفظي منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جار مضاف إليه. لو جئنا إلى الجملة الرابعة والأخيرة، بنا طلبة الجامعة ينهض الوطن. بنا الباء هنا حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. النا هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. طلبة مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف وجوبا، تقديره أخص، وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. الجامعة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهنا ختاما أنوه إليكم طلابي الأعزاء بضرورة متابعة هذه الحصص التي تأتي استكمالا للمادة التي تم شرحها خلال الحصص السابقة المدرسية. ومن هنا تكون هذه الحصة هي الحصة الأولى
للتعلم عن بعد، وسنوافيكم للحصص القادمة خلال الأسبوع. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية لكم ولذويكم.